اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا مع قمه علميه كبيره في عالم جراحات السمنه. خلينا اقول لكم جمله مخيفه: تكلفه البدانه تبقى لدراسات مهمه جدا تفوق تكلفه الحروب. تكلفه الحروب اللي هي التكلفه مش عارف بالتريليونات كده، ارقام مخيفه. تكلفه تبقى لمعهد ماكنزي الدولي قالت ان تكلفه العالم في البدانه بيتكلف 1.3، شوف الرقم، تريليون جنيه استرليني. هو حمل كبير جدا 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 على الاقتصاد، لدرجه انه رقم واحد في التكلفه الاقتصاديه على مستوى العالم، يفوق الحروب. تعالوا نقرب من هذا العالم المشير، عالم البدانه، مع واحد من نجوم عالم جراحات السمنه، الاسم القدير والذي يمتعنا دائما بحوار علمي راقي للغايه، ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل العريقه، زميل كليه الجراحين الملكيه الانجليزيه، عضو كليه الجراحين الامريكيه، وصاحب اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار سي. نورت يا دكتور كريم، اهلا جدا بهذه السيره. انا عايز اقول لحاجة مهمة قوي، هي ما يسمى بإعادة جراحات السمنة، إعادة أو عمليات السمنة التي تحتاج إلى إصلاح. ماذا تعني كلمة جراحة السمنة تحتاج إلى إصلاح؟ في البداية اسمح لي أن أنا أحيي حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا عمليات الإعادة هي عمليات تهدف إلى يعني أن هي ترجع العملية لقدرتها الأولى، أو إن كانت العملية لم تحقق الرقم المرجو من الوزن او انقاص الوزن، بتبتدي ان هي نعدلها بقى للتعديل المظبوط. او ان كانت العمليه الاولى سواء تكميم معده او تحويل مسار عملت مضاعفات فيما بعد، فبالتالي يمكن عمل عمليه اصلاح لتفادي المشاكل اللي هي حصلت بسبب العمليه السابقه. ففي يعني حاجات كثيره ممكن تتعمل، يمكن تعديل عمليه التكميم الى عمليه تحويل مسار معده مصغر، عملية تحويل مسار معدة كلاسيكي، يمكن تعديل عملية تحويل المسار وإرجاعها للوضع الطبيعي بتاع المعدة، ممكن نلغيها خالص. يمكن في نطاق ضيق إن إحنا لو حد يعني عمل عملية تحويل مسار معدة مصغر، يمكن إرجاعها لعملية تكميم، بس يعني في نطاق ضيق يعني. بعض الحالات اللي هي مركبة حزام معدة سابق، يمكن إن إحنا نشيل الحزام بس، ممكن نعدل عملية الحزام دي، نشيل الحزام ونعمل تكميم، نشيل الحزام ونعمل تحويل مسار. طبعا يعني الحاجات دي الناس اللي هي عملتها هي تبقى فاهمة الألفاظ اللي إحنا بنتكلم فيها. من الحاجات المشهورة برضو إنه في عمليات اللي هي التعديل، الناس اللي عملت تدبيس معدة سابق، تدبيس معدة سابق كانت عملية بتعمل بالفتح الجراحي، بيتم تدبيس المعدة بدبوس واحد، وبعد كده العيان بيقعد يرجع بقى بعدها طول الوقت، وبالتالي يمكن إلغائها خالص ونرجع لوضعنا الطبيعي، أو يمكن تحويل عملية التدبيس إلى تحويل مسار معدة كلاسيكي في 99% من الناس بيحتاجوا لده، أو إن احنا نحولها لتحويل مسار معدة مصغر. فعمليات الإعادة هي هدفها إن احنا نخفف عن المريض حاجة يعني معكرة صفو، سواء حاجة مرضية أو حاجة ربما يكون بسبب إن الوزن ما نزلش أو الوزن نزل ورجع تاني. فدي يعني حاجة كبيرة خالص ممكن يتم تفصيلها بقى فيما بعد. هبدأ الأول بالتكميم. قد تفشل عملية التكميم وتحتاج إلى إصلاح. عايزين نفهم لماذا تفشل عملية التكميم وكيف يتم إصلاح عملية التكميم؟ عملية التكميم الحقيقة من أنجح العمليات، لكن هي محتاجة يعني جراح ذو خبرة إن هو يقيمها مظبوط. النمرة الثانية لأن فيها حاجات تقنيا لازم تكون احترافية، يعني هي مش جاست إن احنا نقص المعدة، لكن هي لها يعني لازم يتم استئصال قبة المعدة باحترافية. حتى الانترم او نهايه المعده لابد يعني من حسبه المسافه اللي احنا هنقص عليها، يعني لا يتم استئصال الانترم كامل او نهايه المعده لا يتم استئصاله كامل بحيث المعده ما يحصلهاش شلل من فوق ويبتدي الانسان يرجع منها ويبقاش عارف السبب، لان هي انترال بامب، يعني هي دي مخ المعده في نهايه المعده في جسم اللي هو الانترم. وما ينفعش ان احنا برضو نسيبها كلها تبقى عامله زي معده، عامله زي القبه اللي هي ضيقه من فوق وتحت، زي يعني زي باج واسعه من تحت تخزن اكل كتير وبالتالي العين يزيد تاني. الاحترافيه في قصه المعده بحيث ما بقاش فيها التواء، ما فيهاش ضيق، ما دي من اسباب الفشل برضو، ان انت تسيب معده ضيقه بزياده او معده ملويه بزياده وبالتالي العين يقعد يرجع مدى حياته، مش يعني طبعا مش هيشوف يوم كويس يعني. الاحترافيه كمان
في المواقف اللي انت بتشوف فيها الانسان عنده حاجه اكسيدنتال جوه العمليه، انت ربما ما تكونش عامل للعيان منظار ودخلت تلاقي في فتح في الحجاب الحاجز، لابد من اصلاحه، او ان انت ممكن تحول العمليه دي لعمليه تحول مسار وتاخد قرار انتر اوبرتيف جوه العمليه، تقول لاهل المريض ان احنا هنعمل عمليه ثانيه مختلفه اذا ما كنتش انت عامل منظار. لان 11% من الناس اللي هم داخلين يجروا عمليات السمنه بيكون عندهم فتق في الحجاب الحاجز بدون اعراض، وبالتالي انا بدعو كل الناس وكل الجراحين وكل الناس المبتدئه في جراحات السمنه، حاول تعمل منظار لكل الناس اللي هي داخله تعمل عمليات سمنه، لان 40% منظار العادي منظار المعده اللي هو من خلال تشخيصي. طبعا تشخيصي. انا انصح بيه كل الناس طبعا، بحيث ان انت طيب اذا ما كانش يعني ولا بد، لان الناس طبعا بتبقى يعني مش حريصه قوي ان هي تعمل منظار، اذا كان عندك اي درجه من درجات الارتجاع اعمل منظار، لان هيطلع في حاجه فتحه حجاب حاجز واسعه انكومتنت كارديا الدكاتره عارفينها، او فاتح حجاب حاجز صغير، او ربما يكون عندك التهابات في المعده تتعالج قبل العمليه. في دواعي كتيره جدا 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 لابد يعني. برضو انا دخلت جوه العمليه بعمليه التكميم دي وانا ما عملتش منظار للعيان ولقيت فاتح في الحجاب الحاجز، لو انا يعني قلت بقى مش هصلح الفتق ده، العيان هيقعد طول عمره يرجع، عنده ارتجاع شديد في المريء، ربما ينتهي بيه لمشاكل قد تصل الى الاورام فيما بعد، بسبب ان الارتجاع الشديد في المريء يعني هو ملوش عليه غير الجراحه، وبالتالي الاحترافيه مطلوبه. عضله الحجاب الحاجز الواسعه لابد من تقييمها، يعني ما تسيبش عضله واسعه برضه في عمليه تكميم وانت مضايق من تحت، فبالتالي كل الحمض هيرجع فوق في المريء، العيان مش هشوف يوم كويس. اذا عمليه تكميم المعده هي من العمليات الناجحه، لكن عايزه جراح احترافي يعملها. احنا طبعا مركزين مش بس في اجراء عمليه التكميم باحترافيه، يعني انت تعمل تقص المعده باحترافيه، واذا كان في فتح حجاب حاجز تصلحه، اذا كان عضله واسعه تضيقها، اذا كان في طبقه دهون ممكن تثبتها المعده منعا للنزيف ومنعا للتسريب ومنعا للمشاكل، لكن مع كل الاحتياطات انت بتشوف احنا بيجي لنا حالات كتيره جدا عندها مشاكل، يعني واحد بيجي يعيد عمليه التكميم بسبب الارتجاع الشديد في المريء، اعمل له اشعه مقطعيه او اعمل منظار بتلاقي عنده فتح حجاب الحاجز كبير، فده سبب لعمليات الاعاده، مش هيقعد واحد عنده التواء في المعده كل ما بياكل يرجع، وده بيبقى فيه تكه، يعني انه حاجه لازم حرفيه في التشخيص. اللي عنده التواء في المعده واحد بياكل وبعد كده بيحصل له مغصه في البطن وهو يعني يقعد يعني يتعذب لحد ما يعدي الاكل، روح اعمل اشعه تقليديه زي الجاستروجرافين او البيريوم، يشرب السبعه تعدي. طب اعمل منظار لو واحد مش حرفي قوي في المنظار، يعني مش خبير بعمليات السمنه، طبعا ممكن ما بيعدي بالمنظار ويعمل تانية كده بالمنظار يقوم معدي ويقول لك ان العين ما عندوش حاجه. فهي محتاجه يعني حد ذو خبره يعرف يشخص دي ويعالجها، وليها حلول طبعا كتيره جدا. اذا عمليه التكميم اذا اتعملت كويس جدا بتبقى كويسه، مش محتاجه عمليه اعاده ولا حاجه. عمليه التكميم اذا اتعملت فيها مشكله ممكن طبعا تحتاج لعمليه اعاده. طيب في نوع تاني خالص من الناس بيحتاج لعمليه الاعاده في التكميم، اللي هو ما عندوش اي نوع من المضاعفات، هو بياكل ويشرب كويس جدا بس طبعا فتح في السكريات شويه بزياده، او انه بياكل عدد وجبات صغيره كذا مره في اليوم، اب تو 10 مرات 15 مره في اليوم، تحايل على العمليه. المهم ده يعني ده اختصار للي انا بقوله. طبعا ده بيصل انه وصل لوزن كويس جدا، كان 120 150 وصل بقى 80 كيلو، بعد شويه ال 80 دول بقى 81 82 83، ارجع بقى للحاجات، وزن كان كويس جدا ابتدى يزيد، راجع مع الهيستوري كده وقول له احنا بناكل ايه ونشرب ايه، بتاكل تلاقيه 10 مرات 15 مره في اليوم وجبات صغيره، او ان هو فتح في السكريات بزياده، وده ما عندوش اي مضاعفات خالص، هو بس جاست ويت ريجين، وزن رجع فقط. فده طبعا يمكن برضو ان احنا نعمل له عمليه ثانيه تكميليه، ليها انواع بقى كتيره، ممكن نعيد عمليه التكميم نقصها ثاني لو كانت واسعه، او ممكن بقى في وجود المضاعفات او ممكن يتم تحويلها لتحويل مسار معده كلاسيكي في حالات، وتحويل مسار معده في حالات، او يمكن تحويل التكميم الى تحويل مسار معده مصغر بهدف انقاص الوزن بس في عدم وجود المضاعفات. الحاجات دي يمكن زحمه شويه، لكن الناس اللي هي عملت العمليات دي اكيد عارفه يعني اللي احنا بنحكي او نتكلم فيه. طيب المحطه الثانيه او على الجانب الاخر عمليه تحويل المسار، الناس عندها فكره ثابته انه انا هعمل عمليه تحويل المسار خلاص دي العمليه اللي انتوا بتقولوا عليها الجولدن ستاندرد الحجر او ركن الذهبي
للعمليات، مفيش بعديها مشكلة مش هقدر أتحايل عليها لأنها عملية يعني شديدة وقوية هتسيطر على. طب هحتاج إعادة ليه؟ ليه الإصلاح؟ احكي لي بقى فيما يقول في الإصلاح. هو أنا يمكن رسالتين عايز أوصلهم، رسالة يمكن للدكاترة اللي برضو مهتمين بجراحات السمنة من الزملاء أو من يعني الزملاء اللي هم مبتدئين بقى يحضروا بيحضروا في الكورسات، نحن نديلهم في الأكاديمية دلوقتي حاجات تدريبية. وللمرضى اللي بيجونا طبعا في العيادات بتاعتنا وفي المراكز بتاعتنا، احنا بنقول لهم حاجه ان احنا مش بنركب كمبيوتر في البطن، والكلمه دي انا بقولها لكل الناس، احنا ما عندناش حاجه تمنع زياده الوزن في المستقبل غير الاراده، يعني احنا بنديك طول اداه تساعدك تنزل لك وزن انت ما بتحلمش بيه. يعني انا عندي وزن 160 كيلو 170 كيلو عايز ابقى 80 كيلو، ما فيش حاجه في الدنيا هتنزل لك وزن غير العمليه. طبعا في اكسبشنز بقى، يعني احنا ما بنتكلمش عنهم، الناس اللي عندهم اراده حديديه اللي بياخدوا علاجات بقى مكثفه، الناس اللي هم بيلعبوا رياضه عنيفه، دول ليهم يعني ممكن تلاقي في كل 1000 واحد نجح. انا بتكلم بقى على الناس اللي هم اللي 99% من الناس اللي هم بيعملوا العمليات اللي هم تبع الناس اللي وزاره الصحه العالميه اللي المؤسسه كلها بتقول دول يعملوا العمليات. انا بتكلم للمرضى اللي هم اليجيبل اللي هم يعملوا عمليات. احنا بنديك اداه تول يا تستخدمها تفقدها، يعني العمليه هتنزل لك وزن فعلا ما بتحلمش بيه، نزلت وزن مظبوط، انا كنت 160 بقيت 80، حلو جدا جدا جدا. لكن الانسان اذكى من ان هو عمليه تتحكم فيه. شوف يعني لو عمليه التكميم قللت لك الجوع بنسبه 80% وقللت حجم الاكل بنسبه 80%، ولكن انت عايز تتحايل على اللي انت قللته بالحجم والشبع، انت زودت او عوضت الكالوريز بالسكريات والشوكولاتات والايس كريم والمعجنات، وانا ممكن اضحك على العمليه. يعني هو نمره 2 الجسم بيساعدك، يعني انت لو عايز ترجع في الوزن الجسم شايفك عند الوزن الكبير مش شايفك عند الوزن القليل، يعني الكيمياء بتاعت الجسم هي عايزه تساعدك في زياده الوزن. فما تندركش يعني بعد عمليه التكميم، لو عملت عمليه تكميم حافظ شويه من السكريات، ارجع لوضعك الطبيعي، مش لدرجه المنع لكن الاستهلاك الطبيعي بالنسبه للكربوهيدرات او السكريات العاليه لابد يكون في بعض المحافظه، لان الجسم انت تديله بس كالوريز وهيزودك، يعني هو مش هيقول لك لا، يعني قصدي ودلوقتي في نظريات كتيره بتتكلم على الهرمونال ادابتيشنز والجات ادابتيشن، يعني في حاجات بتعاكس انقاص الوزن، لان الجسم في الاخر هو بيساعدك على الزياده. الكلمه اللي انا دي مشتركه ما بين الدكاتره وبين المرضى، احنا مش عايزين نصدر للمرضى معلومه ان انت مركب جهاز هيفلتر الاكل وانه هيمنعك من زياده الوزن في المستقبل. عمليه التكميم هتنزلك كويس جدا لكن عدوها السكريات. عمليه تحويل المسار بالرغم ان هي بتشتغل بطريقتين، طريقه منهم انقاص الوزن عن طريق تقليل كميه الاكل وتقليل الامتصاص اللي يعني اذا انت افتريت عليها او زودت الكالوريز بزياده، ال 100 جرام اللي انت بتاكلهم دول نسبه منهم بتنزل في الحمام ونسبه منهم بتمتص. انا لو زودت الكميه اكيد النسبه اللي هتمتص اكتر، وبالتالي مفيش حاجه تمنع زياده الوزن الا انت كنت عايز تحافظ على وزنك في المستقبل ان هو ما يرجعش. فالكلمه دي مهمه جدا جدا، انا بحترم ان انا بقول ده في البرنامج عند حضرتك لانه هو مهتم بالحاجات العلميه ومهتم بارسال الحقائق، لان في بلاتفورمز كتيره جدا بتصدر معلومات خاطئه تماما. احنا مش عايزين نصدر عمليات السمنه كانها يعني حل سحري انفينيتي للابد، لا، احنا بنعمل العمليات دي باحترافيه شديده، زي انا ما بعمل لك عمليه احترافيه وبعمل لك اشعه مقطعيه بالسابقه ثلاثيه الابعاد بعد العمليه تعرف مقاساتك الموصوفه دوليا باحترافيه شديده، ونقعد نديك تعليمات للتغذيه وخد الفيتامينز دي كذا والاكل تاكله كذا عن طريق التيم بتاع التغذيه واللايف كوتشنج، ويعني شغل بيتعمل مضني في سبيل ان انت مش بس بتعمل العمليه، انت عايز لايف ستايل كمان ان انت تغيره وتحافظ عليه ويبقى عندك النيه لدي. دي نقطه محوريه لازم تتبروز في اي حد مقدم على اجراء جراحات السمنه. احنا مش بنعمل جهاز او بنركب جهاز في المعده، لا، ده احنا بنديك عمليه هتساعدك كويس جدا 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 الى يعني اقصى ما تتخيل، لكن لابد من ان انت تكون عارف ان انت لازم تساعد نفسك في المستقبل بعد انقاص الوزن عشان ما ترجعش في الوزن. كل العمليات السمنه ليها نسبه رجوع في الوزن، وانت اللي هتحدد النسبه دي، اذا كنت عايز ترجع بنسبه 100% هترجع، عايز ترجع بنسبه صغيره هترجع، لكن احنا بنعمل عمليه احترافيه، انت كمان لازم تكون محترف في ان انت تستخدم العمليه دي في المستقبل. العمليات السمنه مثلها مثل الطائره، تنقلك من نقطه لنقطه بسرعه، يعني بالزبط. تنقلك من هنا عايز اسافر امريكا، مش اسافر امريكا بسفينه،
بالظبط. يعني السفينه دي هقعد سنين، سنين طبعا، هبقى شهور قبل ما اوصل امريكا يعني، لكن هسافر من هنا لان بالطياره 8 ساعات ولا 9 ساعات هبقى في امريكا. تمام، حلو. بس انت هناك في امريكا انت مش في امان تام، انت لو ما اشتغلتش ما اجتهدتش هيرحلوك. بالظبط، هيقفشوا فيك كده، اهو تعالى يا معلم انت مين، انت ايه يا ابني، انا ما بشتغلش، ما بشتغلش، لو سرقت هتحط في سجن، عملت حركه نصبت هتحط في سجن. فهي بالزبط. هي طياره تنقلك من نقطه لنقطه، وسيله انتقال، محافظتك على مكانك الجديد او وظيفتك الجديده. زي بالظبط مثلا اجيب انسان اقول له تعالى يا عم انا هرقيك وانقل لك في بالمصعد اهو، بدل ما انت بتشتغل في الدور الاولاني اطلعك تشتغل في الدور العاشر، خلاص بقيت في المديريه، المصعد ده قادر انه ينزلك تاني، مش كده ولا ايه؟ بالظبط. فدي نقطه محوريه جدا 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 لازم نحافظ عليها، ولازم تكون ظاهره في عقول الناس، واقول حتى اللي احنا الناس اللي هي بتقدم المعلومات وتقدم الخدمه الطبيه لازم نكون معرفين العيان. احنا بس مش بس كان بيقولوا عليها السليفرز، انت بتقص بس، يعني مش حاجه اسمها كده، انت بتعمل عمليه احترافيه، وكمان لازم تخلي العيان فاهم ان هو هيستخدمها ازاي. استخدمتها يوزت او لوزت، يعني هتستخدمها تفقدها يعني. رسالتك التي تود ان تتركها للناس الذين عانوا من اجراء عمليه وفشلت. طبعا كل العمليات السمنه يمكن اصلاحها، يعني كل عمليات السمنه يمكن اصلاحها، اذا كان عندك اي ارتجاع في المريء مزمن بعد عمليه السمنه ليك اصلاح، لان غالبا هيبقى عندك فتح حجاب حاجز او عندك ضيق في المعده او عندك التواء. الناس اللي عندهم ارتجاع مراري بعد عمليه تحويل مسار المعده المصغر ليك حل، ما تقعدش تشتكي من ده على طول لان ده مضر وممكن يعمل لك اختناق بالليل. الناس بتزرق بالليل من كتر الحاجات دي. لان طبعا احيانا انا بشوف عمليات كثيره جدا في عمليات الاعاده تحويل المسار المصغر بيتعمل مش ده اللي تحويل المسار المعده المصغر، انت عايز لونج ونارو باوتش طويل عشان العصاره المريريه ما ترجعش فوق. بتلاقي العمليه بعد الاشعه المقطعيه وتلاقي في العمليات 3 سم 4 سم، مش دي بتاعت عمليه تحويل المسار المعده المصغر. فبتقعد انت عايز ترجع العمليه لاصلها او يا اما تلغيها خالص او تحولها لتحويل مسار المعده الكلاسيكي. عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي مش انفينيتي، لو فيها مشاكل فيها ارتجاع فيها اعاده وزن ليها اعاده. الناس اللي مركبه حزام ما جابش اي نتيجه او زاد في الوزن ليك اعاده. الناس اللي عملت تدبيس معده متدبسه فيه، الناس دول ليهم حل. ما تقعدش ترجع مدى الحياه، ما تعتبرش ان الترجيع جزء من العمليه، افحص نفسك، قيم وضعك، انت ليك حل وليك علاج. نورت وشرفت وابدعت كالعاده ضيفي العزيزه القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، مدير وحده جراحات السمنه مستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه، عضو كليه الجراحين الامريكيه، وصاحب تصنيف الجوده الدولي في جراحات السمنه الاس ار سي. كان مبدعا كعادتي في توصيف شيء مهم جدا لجراحات السمنه، انه ليس هناك ما يسمى بفقد الامل اذا ما حدث انك اجريت جراحه السمنه وباللغه يعني البسيطه لم تؤتي ثمرها، فشلت جراحه السمنه، او اجريت اجراء معين بدا يتلغي او بدا يتوارى في الطب زي الرنج وزي تدبيس المعده القديم. انت ما تدبستش في تدبيس المعده القديم، انت ممكن جدا بالحل الاحترافي نقدر نظبط الامور، لكن ليست جراحات السمنه، وده حقيقة علمية، هي عصا يعني الساحر، لا هي مش عصا ساحر، هي وسيلة ينبغي أن تفهم قدراتها وتحترم هذه القدرات عشان هي نفسها كمان تكون مخلصة ليك، لازم أنت تخلص لها. خليك مع الناس الحلوة.